تيجي نعمل كباب حلة. بصوا دي كباب، ده الكباب حلة. بصوا دي لحمة موزة، فانا جايبها عشان الانسجة بتاعتها ناعمة جميلة ما تخش في السنين. بنعملها بس طريقة سهلة جدا ومش دسمة قوي، حلوة قوي قوي قوي. يلا نعملها بقى خطوة خطوة مع بعض ونشوف عملتها ازاي بطريقة سهلة وسريعة وبسيطة وجميلة ومغذية ومفيدة. يلا بينا. بحضر بقى الحاجة اهو كلها، ادي مكعب الزبدة اهو، ودي لحمة موزة، اهم حاجة تبقى ايه سخنة اوي. هنزل باللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، دي نبع بايدي. واحدة واحدة كده، انا ايديا نضيفة مفيهاش اي حاجة. ومحضره انا بقى البصل. لو انت ده الكباب حلة بقى ايه، لو انت هتعملي نص كيلو لحمه يبقى نص كيلو بصل، لو كيلو لحمه يبقى كيلو بصل، ده قد ده وعلى راحتك بقى. تمام. دي انا جبت طماطميه كبيره برضو يعني ايه الحجم اللي يعجبك، ممكن واحده صغيره على حجم على حسب يعني ايه اللي انت هتعمليه. وقشرتها وقطعتها مكعبات، وده فلفل رومي. لو عايزه تحطي برضه فلفل حامي معاه حطي، مقطعه برضه شرايح. وعندي ده توم، تبقى وهي اللحمه كده على النار هنزل بايه فصين مستكه. وهنزل عليها برشة جنزبيل، جنزبيل حلو قوي لنزلات الفرج ولتسلق الشرايين. هنزل بشوية ملح، قصدي فلفل، ملح لسه مش دلوقتي، فلفل اسود. هنزل بالبهارات، بهارات فيها كل حاجة، وزي ما ابتدت تتغير ازاي انا هفضل اقلب فيها واشوحها لغاية ما تدي لون ذهبي ذهبي كده. ولو نزلت ميتها عادي تستني لحد ما ايه تشربها تاني ميتها وتشوحيها. قبل ما اروح اجيب بقى البراد واحط فيه ميه واغطي عليه خالص سهل. بصوا بقى شكلها ايه، انا بقى مش عايزاها كده، انا عايزاها متحمره متحمره، يدي اللون الذهبي الذهبي. يعني انا هسيبها تاني برضو على العين لحد ما تستوى خالص. شايفين اهي ده اللي انا عايزاه اللون ده. هنزل بقى بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بقى
اشوح بقى تشويحه حلوه كده. اقعد اقلب فيها لحد ما تدبل خالص خالص البصل ده. لسه انا بقلب فيها ايه؟ هتقولي لسه ما حطيتيش دول ليه؟ هقول لك انا مش عايزه البصل واحنا بناكل مع اللحمه تبقى ايه؟ بتقرقش. عايزينها تنزل بقى كده الصوص بتاعها كده وتبقى حاجه طريه وجميله. انا مستنيه لما ايه؟ تدبل خالص. لو جربتيها بالطريقة دي انا بتعجبني دايما الطريقة دي الكباب حلو يعني على طول هتعمليها كده. بصل بصوا دبلت معايا ازاي. بصوا اهي هنزل لبقية الحاجة دي. ادي الفلفل يبطح الفلفل اللي هتطلعه ويجي الثوم مع الطماطم نقول تاني. انا حطيت الزبدة وحطيت كام حتة مستكة وبعد ما حطيت المستكة حطيت وسخنة الزبدة كده قوي حطيت ايه اللحمة تتشوح نزلت ميتها استنيتها لحد ما شربت ميتها واديت لون ذهبي كأنها متحمرة كأنها مسلوقة كده مستوية ومتحمرة اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما اديت اللون الذهبي حطيت البصله حطيت البصل وايه وقعدت اقلب فيه لحد ما ايه دبل. بعد ما دبل حطيت بقى الطماطم اللي انا مقشراها ومقطعها مكعبات مع الفلفل الرومي وعايزه تحطي فلفل حامي حطي ماشي مع الثوم. وطبعا وانا كنت بشوح اللحمه في الاول افتكرت صح حطيت فلفل اسود وحطيت البهارات وحطيت كام زبيب. واديني بقلب تاني اهو. دي بتاع عماله بقلب اهو بعد ما حطيت التومه والبصل قصدي التومه والطماطم والفلفل بصوت قلبت شوية. هنزل بقى بالماء المغلية عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه انا ما حطيتهاش ايه هي الملح. هحط ملح قليل لان انا جايبه اكياس البهارات دي بتبقى فيها ملح. حاجه بسيطه انا بقى هغطيها واسيبها لحد ما تشرب ميتها واشوف اللحمه استوت ولا لا. لو استوت يبقى الحمد لله. ما استوتش احط ايه عليها ميه تاني مغليه. انا حطيت الميه المغليه وشربتها وجيت اجسها كده لقيتها ايه ما استوتش. لقيت يعني نايه شويه رحت انا حطيت
فوز تاني ميه، غطيتها بميه تاني، ميه مغليه، بدي الساعه. بصوا دلوقتي بعد ما شربت ميتها بصوا اتقطمت في ساعتها، استوت خالص. ايه رايكم؟ وريحتها قلبت الدنيا، ريحه جميله وطعمها حلو جدا. دي طريقتي في الكباب حلة، يا رب تعجبكم. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله فيديو جديد مع اكله جديده ان شاء الله.